استنكر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي اسكندر وتوت استهداف كتائب سيد الشهداء من قبل مقاتلات التحالف الدولي، موضحا لقناة الفلوجة أن ما حدث هو عمل متعمد وليس عن طريق الخطأ. للأسف الشديد تكررت حالة القيام الأمريكان بضرب مناطق خاصة الحشد الشعبي، وهذه متعمدة وليس هي خطأ. نحن كعسكر نفهم وندرك قدرة الأمريكان على التمييز من الجو والأجهزة والمعلومات الاستخبارية الدقيقة لديهم. لديهم الإمكانية أنه معرفة كل ما يدور تحت الأرض 20 متر لا يمكن التمييز بين الحشد وبين تنظيم داعش، هذا لا يمكن القبول به. سكوت الدولة غير صحيح. نحن نستنكر استنكار شديد مثل هذه الحالات، ولذلك يجب على الحكومة المركزية أن تدرك وتعي خطورة ذلك.